بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال ومن أبرز العناوين قادة البلاد يعزون في وفاة المهندس صالحي وزير الإعلام يعزي في وفاة الفنان شموري جمهورية الصومال تشارك في مؤتمر دولي حول مواجهة التلوث البحري بجنيفا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة يعقدان مناقشات عن تعزيز الدعم للصومال أما الآن فأهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومعكم عمر فارح بعث فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد الله فرماجو اليوم الخميس برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس محمد عمر صالحي الذي وافاه الأجل في العاصمة مقديشو وقال فخامته في البرقية تلقينا بأس بالغ وحزن عميق نبأ وفاة الأخ المهندس محمد عمر صالحي الذي كانت حياته حافلة بالعطاء والبذل من أجل الوطن ونوه فخامة رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي اتصمت بالوطنية والعمل الجاد خلال مهامه التي قام بها خلال السنوات الماضية وعبر رئيس الجمهورية في البرقية التي بعث بها إلى أسرة وأقارب المرحوم والشعب الصومالي عامة عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وبعث البرقية أيضا كل من دولة رئيس الوزراء السيد محمد حسين روبلي ونائب رئيس الحكومة معالي مهدي محمد جوليد سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله والشعب الصومالي بالصبر والسلوان بعث وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية معالي عثمان أبو كر دبي برقية عزاء ومواساة إلى عموم الشعب الصومالي في وفاة الفنان الصومالي محمد آدم شموري الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة مقديشو وكان الفنان شموري من المضربين الصوماليين حيث لعب دورا كبيرا في توعية المجتمع عن طريق إنتاجه الأدبي والفني الرائع طيلة السنوات الماضية رحم الله المرحوم وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأقاربه وأصدقائه الصبر والسلوان شارك وفد برئاسة وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء السيد عبد الحكيم حسن أشكر والمدير العام للبيئة بمكتب رئيس الوزراء وعدد من الخبراء اجتماعا على المستوى الوزاري حول مواجهة التلوث البحري والمواد المصنوعة من البلاستيك التي تهدد المناخ العالمي وستعقد المؤتمر التي تستمر لمدة يومين وتشارك في رئاستها كل من الإكوادور وألمانيا وغانا وفيتنام في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيفا حيث سيعقد مؤتمر كبير في أوائل العام المقبل استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة أمس وفدا من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في الصومال برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال سيد آدم عبد المولى وذلك لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الدعم المقدم للصومال وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بجهود الأمم المتحدة المبذولة لصالح الصومال مشددا على الأنشطة الإنسانية والإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى إنجازاتها في مختلف القطاعات الاجتماعية في الصومال كما أكد للأمم المتحدة على مشاركة منظمة التعاون الإسلامي المستمرة للإسهام بشكل أكبر في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى مواكبة مساعي التنمية التي يقوم بها الصومال وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم أنشطة بناء السلام في الصومال كما تناول قضايا التعاون الثنائي وسبل مواصلة العمل عن كثب لتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية المشتركة